هو ليه؟ لأن الذي ادعى هذا أول ما ادعى هو واحد شيعي دارس عراقي اسمه مصطفى الشيبي، وألف مصطفى كامل ألف كتابا الصلة بين التشيع والتصوف، ونشره له نشرته له دار المعارف المصري. وهو بالطريقة العلمانية اللي هي طريقة المقارنات، انه الحقه هنا في شبه وهنا في شبه يبقى ده هو ده. هذا كلام مضحك للغاية أصلا، نفس فكرة المقارنة مضحكة للغاية. فيجي واحد ويقول على فكرة المسيحية أخذت من الهندوكية. لماذا؟ الهندوكية عندها فيشنا ومشنا وكريشنا، وهنا في الأب والابن والروح القدس. هذا كلام مضحك للغاية وليس كلاما علميا. على فكرة المسيحية أخذت هذا من الوثنية المصرية القديمة، لأنهم كانوا يعبدون تسعة. طيب إذا كان دول بيعبدوا تسعة ودول ثلاثة، أب وابن وروح قدس، وبيقول إله واحد أمين، يبقى ده حاجة ودي حاجة، لأن دول كانوا تسعة مستقلين. يعني أنت بتدافع عن المسيحية وعن التثليث؟ لا ما بدافعش، بس أنا بنتقد منهج الدراسة. ده كده غلط، كده مش هنوصل للحقائق. ويجي واحد ويقول طب ما برضو الإسلام بيدعو إلى التثليث. إزاي؟ ده قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لا، بس أنت نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إذا احنا دخلنا في دور من المهاترات بالشكل ده، نقول له الله، طب يعني كده أواخر سورة الحشر تخلي ربنا 16؟ ده في 16 صفة ورا بعضيهم، فإذا كنت هتخلي بسم الله الرحمن الرحيم إنه ده تثليث، يبقى ده 19. فإذا هذا الفكر العجيب الغريب أصلا مردود من المنهج، علشان يجي ويقول أصل الصوفية بيقولوا إن في أسرار والشيعة بيقولوا إنه في أسرار. طب ما هو البهرة بيقولوا إنه في أسرار، والباطنية بيقولوا إنه في أسرار، والدروز ما عندهمش أحلى من الأسرار. يبقى إيه يعني؟ يبقى كله مع بعضه كده، وده هو ده هو ده جاي من هنا. فإذا هذا كلام الحقيقة كلام باطل من المنهج أصلا. يعني قبل ما ندخل في التفاصيل، المشابهات التي تتم بين الأديان قد تكون المشابهات هذه جاية من ورقة بن نوفل، لما قال لما سمع ما ذكره النبي إن هذا لشبيه بالناموس الذي نزل على موسى، ولئن كنت جذعا قويا كده وقت أن يخرجوك. قالوا يخرجوني إزاي؟ يخرجوني منين؟ من مكة؟ أو مخرجيهم عليه الصلاة والسلام؟ فقال لم يدعو أحد بمثل ما تدعو إليه إلا أخرجه قوم. يعني سنة الله في الأنبياء كده، وده اللي تولد عنها بعد ذلك قضية هجرة الأنبياء. موسى ليه هجرة، إبراهيم ليه هجرة، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. واخد بالك إزاي؟ فأنا عايز أقول لك إن المشابهة اللي حس بيها نوفل، ورقة بن نوفل، دعت واحد من إخواننا الدارسين أظنه كان مسيحيا، وقال ده ورقة بن نوفل ده هو اللي علم محمد المسيحية علشان يقولها في سورة الإسلام. لا، هي مش كده، الراجل ده غلطان في المنهج. القضية كلها هو أن ورقة أحس عرف شعر
بمماثلة بين هذا الذي يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك النور الذي كان يخرج من موسى، لأنهما شوف بقى كلام ورقة، يخرجان من مشكات واحدة. طبعا ما هو موسى وعيسى وإبراهيم وكذا وكذا، بيخرج من مشكاة واحدة وهي مشكات الوحي الرباني الإلهي. إذن فمحض المشابهة لا تستلزم إطلاقا اتحاد المنهج ولا اتحاد الفكر ولا اتحاد المشرب ولا اتحاد الهدف ولا أي شيء من هذا القبيل، وهذا وكأنه أبين من البينات وأوضح من الواضحة.